السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحبابي؟ إن شاء الله النهاردة هنكمل بقية المراجعة، هنراجع على التكامل وتطبيقات التكامل. سؤال رقم 16 بيقول إيه؟ كامل مديني دالة بيقول لي كاملها. هفكركم بالتكامل، لو عندي تكامل رقم بزود له إكس، 5 يبقى 5 إكس، 6 يبقى 6 إكس. طب تكامل إكس بزود الأس 1، طبعا الإكس هنا أس 1 يبقى أس 2 على 2. اي اس بزود واحد واقسم على الاس الجديد، تكامل اكس اس 4 يبقى ايه؟ اكس اس 5 على 5. تكامل اكس سالب 4 يبقى اكس سالب 3 على 3 على سالب 3. هنا زود الاس 1 سالب 4 تبقى سالب 3 واقسم على الاس ايه؟ تكامل اكس نص تبقى ايه؟ اكس 1 ونص على 1 ونص. هزود الاس 1 واقسم على الاس الايه الجديد، ولو رقم بزود له اكس. نيجي المسألة بتاعتنا، بيقول لي كامل ديت، طبعا ده بالنسبة لإكس، في بداية ونهاية. كل الحكاية بعد ما بكامل المفروض هنا بحط زائد كونستانت اللي هو السي، هنا ما بحطش الثابت، لا بعوض باللي فوق ناقص اللي تحت. كل إكس أشيلها أحط رقم اللي فوق، ناقص أشيل كل إكس أحط رقم اللي تحت. طيب 3 إكس أس 4 يبقى 3 إكس أس 5 على 5 زائد 5 إكس يبقى 5 إكس تربيع على 2. طبعا لو رقم مضروب في الاكسات بسيبه شكل ما هو، واحد يبقى اكس. اعمل الكونديشن بتاعي، احط الرقم اللي فوق فوق والرقم اللي تحت تحت. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا هشيل كل اكس واحط الرقم اللي فوق، بعوض بشيل كل اكس واحط الرقم اللي فوق، ناقص اشيل كل اكس في المساله واحط الرقم اللي تحت، اللي فوق ناقص اللي تحت. طبعا بلا الحاسبه هيديني 27.1. سؤال رقم 17، طبعا لو انا عندي كسر، قاعدة واحدة بس في التكامل اللي احنا خدناها لو في كسر، هي لو كان اللي فوق ديريفاتيف اللي تحت، اللي فوق تفاضل اللي تحت، التكامل بيساوي لين اللي تحت. طبعا التفاضل اللي تحت بيساوي 6، طب هنا 5 هعمل ايه؟ هطلع الخمسة بره التكامل، اديك 1 على 6 اكس زائد 4، بعدين هضرب فوق هنا 6 واقسم على 6، لكن هعمل ايه؟ هضرب في المسألة 6 على 6، هضرب في المسألة 6 على ايه؟ على 6، أنا محتاج 6 فوق عشان 6 اكس زائد 4 تفاضلها بكام؟ ب6، فهضرب 6 على ايه؟ على 6، بعدين أعمل ايه؟ بعد ما ضربت 6 على 6 أنا محتاج الستة ديت مع الواحد، وطلع الستة دي بره التكامل، يبقى 5 على 6 تكامل 6 على 6 اكس زائد 4، 6 في 1. والستة دي هعملها مع الخمسة، يبقى 5 على 6. طبعا ايه الستة دي ممكن تروح مع الستة دي اللي انا عملتها، يروح مع بعض لكنها واحدة اهي. بعد كده عندي القاعديات، اللي فوق تفاضل اللي تحت، ده القاعدة بيساوي لين اللي تحت. ادي الرقم اللي بره 5 على 6 يبقى لين اللي تحت، ونكتب في الاخر زي السي، بنكتب سي عشان هنا مفيش بداية ونهاية. يبقى القاعدة بتقول ايه؟ عندي قاعدة بتقول ايه؟ عند تكامل دالة تحت وتفاضلها فوق، ده بيساوي ايه؟ لين اللي تحت. فاكرين قاعدة اللين لما كنت بفاضل دي، لو عاوز افاضلها القوس تحت تفاضل فوق، طب انا عاوز هنا كامل تكامل الدالة تحت تفاضلها فوق، بحط اللين هنا، اللين اللي تحت. طبعا في الاخر بحط ايه؟ ثابت التكامل. سؤال رقم 18 بيقول لي find the area bounded by the graphs، أوجد الأريا اللي هي المساحة بين المنحنيات دي، عندي خط مستقيم ومنحنى. طبعا لو بنيجي نرسم هنا الدالتين دولت أيات، هو عاوز الإيه؟ طبعا ده شكل كروكة، عاوز يرسم إيه؟ ده الخط المستقيم ودي المنحنى، دي المساحة ما بين الاتنين. اول حاجه عندي معادلتين، ادي المعادله الاولى وادي المعادله الثانيه، بساوي المعادلتين ببعض، بساوي الاكسات ببعض، يبقى 3 ناقص اكس بيساوي اكس تربيع ناقص 9. المعادله الاولى واي بيساوي، المعادله الثانيه واي بيساوي، اذا بما ان الشمال بيساوي الشمال اذا اليمين بيساوي اليمين، معادله واي بيساوي واي بيساوي اذا من الاكسات والاكسات. معادله بطلع منها قيمه اكس، طبعا بودي كل طرف دوت طرف واحد وصفر المعادلة، يبقى صفر بيساوي
اكس تربيع ناقص 9 زائد اكس ناقص 3. وديت الناحية التانية ديت بإشارة مخالفة، اكس تربيع زائد اكس ناقص 12. دي بحللها اكس واكس ناقص 3 زائد 4، ضربهم بيساوي سالب 12، والكبير بياخد إشارة الأصل. من هنا اكس بيساوي 3، اكس بيساوي سالب 4. إذا الأريا هي عبارة عن تكامل عند رقمين، بحط الرقم الصغير تحت والرقم الكبير فوق. بقول بقى من الرسمة هنا، أنا عندي الخط المستقيم في الأريا اهيت، الخط المستقيم هو اللي فوق والمنحنى هو اللي تحت. يبقى الخط المستقيم اللي هو 3 ناقص اكس ناقص اكس تربيع ناقص 9، يبقى عندي خط مستقيم ومنحنى. من الرسمة عرفت ان هنا اللي فوق وهنا اللي تحت. بقول ايه؟ اللي فوق ناقص اللي تحت. او انت ما عرفتش بتقول اي واحدة ناقص التانية. لو طلع رقم موجب يبقى مظبوطة، طلع رقم سالب بناخد عكس الإشارة، الأريا بتطلع بالموجب. طبعا هكمل، 3 تكاملها بتلاتة اكس ناقص اكس تكاملها اكس تربيع على 2، سالب اضربه في القوس يبقى سالب اكس تربيع يبقى سالب اكس اس 3 على 3، سالب في سالب يبقى 9 اكس. يبقى كده كملت المسألة كلها، 3 3 اكس سالب اكس سالب اكس تربيع على 2، سالب اكس تربيع 3 على 3، سالب في سالب بموجب يبقى 9 9 اكس. واقعد بالايه في المسألة كلها، اقعد في المسألة كلها بالرقم اللي فوق ناقص، واقعد في المسألة كلها بالرقم اللي تحت، هيطلع الناتج بالآلة الحاسبة 3 4 3 على 6. بالمثل مسألة رقم 19 مديني منحنى ومنحنى، مسألة رقم 18 مديني خط مستقيم ومنحنى، هنا مديني منحنى ومنحنى. عاوز برضو الاريا بين المنحنيين. طبعا لو جيت رسمت الرسمة ديت رسمتها عاملة كده، التانية عاملة كده، هو عاوز ايه؟ دي اكس تربيع، اما ديت 2 ناقص اكس تربيع. دي اللي فوق اللي هي 2 ناقص، وديت اللي تحت في الجزء اللي انا عاوز ايه اجيب الاريا بينهم. بنساوي المعادلتين ببعض، اذا اكس تربيع بيساوي 2 ناقص اكس تربيع. طبعا ديت الناحية دي يبقى 2 اكس تربيع بيساوي 2، يبقى اكس تربيع بيساوي 1، يبقى اكس بيساوي موجب وسالب 1. كده انا جبت الايه؟ الحدود، رقم الصغير اللي هو سالب 1 ورقم الكبير اللي هو 1. طبعا هقول اللي فوق اللي هو 2 ناقص اكس تربيع ناقص اللي تحت اللي هو اكس تربيع. لما اكمل يبقى 2 اكس ناقص اكس 3 على 3 ناقص اكس ناقص اكس 3 على 3. طبعا انا كنت ممكن ايه اجمع ده مع ده، بعد كده بعوض باللي فوق ناقص اللي تحت، بالآلة الحاسبة يطلع لي 8 على 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.